شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد رسول دم بو من فات أوي دا جين جي دا أواح دا كان كفير كي نيوم تفو جي ساسي بناك من تي مجاه من تا الله هاي محمد كي جي رسول نيك دا نام سارو با الله. لا يمكن أن نقول للكافر أنت إذا أسلمت لابد من الصلاة ولابد من الزكاة ولابد من صيام رمضان ولا تشرب الخمر ولابد من الختان. لا جين من سمك دعوه كفير دمطوم داو جين برابي تان نك باسن جينك جو إسلام نك تروتا سمبهيان نك تروتا زكاة نك تروتا جو سان نك تروتا تروا أواي سين سين تيك جاو دو جي جاو سان جين من ترو دعوه دي شمال. نعم إذا أسلم الكافر شرح الله سبحانه وتعالى صدره للإسلام. بسنا كفير دا قد بانجو إسلام هاي الله سبحانه وتعالى نباجر بقات أمبيه كم تنلاي ربا إسلام. جاء رجل نصراني إلى إمام من الأئمة. مين بره نصراني من نيع باتكن إماموي نوجمناو إمام تنلاي. فقال يا إمام إني أحب الإسلام وأحب الخمر. يعني ما الذي يمنع من الدخول في الإسلام؟ حبه للخمر لأنه يعرف إذا أسلم لا يشرب الخمر. نعم قد بان طوت كان إمام تا يا إمام خيوم جانجول إسلام بنتا خيوم سلوان سرا. نعم فقال له الإمام أسلم وإن شئت شربت الخمر إذا شئت. ها إمام بان طوت ها جون جول إسلام تو بسن جنة جان فك نك فك تو أسلم هذا النصراني. أطار مو نصراني نو قد كبان جول إسلام. فقال له الإمام أنت الآن مسلم. رجل إمام بان طوت كان قطع إلو نك جنة دار إسلام هاي. إذا شربت الخمر جلدك السلطان ضربك السلطان. بسن جنة فكسرا بدنا صدق من وين هاي. وإذا رجعت إلى الكفر قتلك السلطان. هاي بسن جنة طلبتو كفير وين سلطان صدق من سملابنا. لأنه لا يمكن أن يخاطب قبل بتحريم الخمر قبل الدخول في الإسلام. ببروجي من آتها نجي كهام قد قد أمبي فكسرا بان لاي من داقات من طوان بانجو الإسلام. إذا لابد من ترغيب الكفار في الإسلام. دوشناه كي جمعت لمبوان كي جنتر تتيم تي أوي ينا أوي كفيت بانجو الإسلام. وذكر محاسن الإسلام. هاي جن رملك أمبي بركاتا لأول أمبي الإسلام.